وبشارة يوحنا هي يعني كل المغزى في بشارة يوحنا لكي تؤمنوا. والمسيح طبعا يعني سألهم على أي سبب بدكم ترجموني، هل لسبب أمر حسن أو أعمال حسنة؟ هن كان جوابهم مش على أساس أعمال أو أمور حسن أنت فعلها، لأنه واضح أقام الموتى، طهر البرص، فتح العيون وشفى المرضى وأخرج الشياطين وأشبع الآلاف واهتم باحتياجات الناس. فواضح أنه مش مجرد كلام، وأنه المعجزات كان شيء تلقائي، يعني ما فيها بذل ولا جهد قوة كائنة من المسيح. حيث وجد المسيح وجدت أيضا المعجزة. فإذا لما المسيح رد على اليهود وكانوا بدهن يرجموه، قالوا وأنك أنت إنسان تجعل نفسك إله، شو كان جواب المسيح؟ ما قالش أستغفر الله، لا أنتوا يا جماعة معلش طولوا روحكوا علي شوية، أنتوا فهمتوني غلط، أنا اللي بقصده من هذا الكلام كذا وكذا وكذا. لا، يعني لم يعتذر، لم يتردد لحظة، ولا أنه تفاجأ في الجواب، ولا أنه كان الأمر غريب يعني في حالة استغراب، أو أنه الأمر يعني تفهمته أنا بتكلم بشكل رمزي معنوي، أنا بتكلم بصيغة يعني كما يعني أو كما يقول الراوي. لا، كان واضح أنتوا ليه بدكم ترجموني، يعني على شيء حسن؟ قالوا له وأنك إنسان تجعل نفسك إله.